قلت بأن الإنسان حينما يجلس في هذا الوقت بين صلاتي المغرب والعشاء في بيت الله سبحانه وتعالى، فلا بد وأن يتذكر عدة نوايا، يعني حتى يزيد من الأجر ومن الثواب. النية الأولى أنه جالس في المسجد بعد أن صلى المغرب هو في انتظار لصلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط معناه أن الإنسان يعني في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يجلس في بيت الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الوقت فهو يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه، يجاهد نفسه الأمارة بالسوء أنه ممكن يخرج، ربما يجلس مع إخوانه وأصدقائه يتكلمون في أي شيء، ربما يجلس في بيت أمام التلفاز، ربما إنما هو مع ذلك يجاهد نفسه ويأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويجلس في هذا فيه رباط وفيه جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وانتظار الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. النية الأولى أنه منتظر الصلاة. النية الثانية ينوي نية الاعتكاف طالما أنه موجود في بيت الله سبحانه وتعالى، حتى الاعتكاف من الممكن يكون وقت يسير، أنت تجلس وفي نيتك أنك أنت معتكف في بيت الله سبحانه وتعالى. النية الثالثة أنك أنت تنوي قيام الليل. يعني كيف قيام الليل؟ يعني قيام الليل أنك أنت جالس في المسجد بين صلاتي المغرب والليل والعشاء. هو أصلا كلمة الليل في اللغة العربية بتطلق على ما بعد غروب الليل الشمس، طالما غربت الشمس بكده دخل الليل، دخل الليل. وذلك كان الكثير من السلف يستحبون أن يقيموا الليل بين ليه بين العشاءين، يعني المغرب والليل والعشاء، يجلسون يقرؤون القرآن الكريم، يدعون الله سبحانه وتعالى، يذكرون الله عز وجل الذي فاتته أذكار المساء لم يستطع أن يقولها قبل المغرب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل وقبل الغروب، يعني قبل غروب الشمس. فمن الممكن أن يتدارك في هذا الوقت ويذكر الله سبحانه وتعالى أذكار المساء. بإذن معنى ذلك أنه في، وكلمة قيام الليل دي كلمة عامة تطلق على أي، ليس قيام الليل المقصود بالصلاة فقط. يعني طبعا كثير من الناس ارتبط في أذهانهم موضوع قيام الليل برمضان أو التراويح إلى آخره. قيام الليل كما قلت كلمة عامة تطلق على أي عمل يعمله الإنسان، يعني أي عمل من الأعمال الصالحة يعمله الإنسان في الليل، سواء كان ذكر، سواء كان قراءة القرآن، سواء كان صلاة، سواء حتى لو جلس بين اثنين متخاصمين يصلح بينهما، لو تكلم في أمر من أمور العلم، لو معه كتاب من كتب العلم يقرأ فيه فوق، يعني لو استمع إلى 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 شيء مفيد يفيده في دينه فهو قيام الليل. يعني أي شيء يقوم به الإنسان في الليل هو داخل في قيام الليل. فأنت في بوجودك في المسجد بين صلاتي المغرب والعشاء، يعني إنه هذه النية أنك أنك مقيم الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. النية الرابعة حينما نجلس ونقرأ القرآن الكريم، يبقى الإنسان عنده هذه النية اللي هي نية مدارسة القرآن الكريم. شوف يعني كم من نية أنت بتستفيدها من وجودك في بيت الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشاء. شوف السكينة تتنزل اللي هي الطمأنينة، يعني غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله عز وجل في من عنده. يعني أين ستجد كل هذه الكرامات؟ بالله عليك يعني حتلاقيها فين دي؟ سبحان الله. السكينة أين ستتنزل عليك السكينة؟ أين ستغشاك الرحمة؟ أين تحفك الملائكة إلا لم يكن في بيت الله سبحانه وتعالى؟ شوف نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة، لأن السكينة الله سبحانه وتعالى ينزلها، دي رزق لوحدها. يعني هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. مش بتتحصل، مش بتروح مثلا أجنسية ولا عمل ولا تشتريها ولا لا، كان الأمر يكون يسير، إنما ده رزق من الله سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وإلا جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، أو كان الله عزيزا حكيما. النية الخامسة لما تجلس مثلا في المسجد هكذا وتستمع إلى درس من دروس العلم، فأنت داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم ومتعلم للخير. الإنسان لما يعلم ويتعلم الخير فالملائكة تستغفر الله سبحانه وتعالى له وتدعو الله عز وجل له.
ومن أمثلة دعاء الملائكة مثلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في بداية سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون للذين آمنوا لهم الملائكة؟ يعني ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. شوف الملائكة يدعون الله سبحانه وتعالى لك ولأبيك ولأمك ولزوجتك ولذريتك بسبب أعمالك للصالح. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الآباء والأزواج والزوجات والذرية، حتى الذرية آبائهم تطلق طبعا على الآباء والأمهات، الزوج سواء كان الزوج أو الزوجة، الذرية الأبناء والبنات، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، معنى أنت بتكون سبب في رحمة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالنية هي تجارة الصالحين وتجارة العلماء، بمعنى الإنسان لما يعدد النوايا يعني بدل ما هو جالس في المسجد مثلا، أقول ممكن يكون أنا جالس هكذا منتظر صلاة العشاء، يبقى هو فقط يأخذ نية صلاة الايه العشاء، إنما لما يجدد نيته أنه معتكف وطالب للعلم وفي تدرس القرآن الكريم ومنتظر للصلاة يعني، وفي نفس الوقت بيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الله سبحانه وتعالى، فبيأخذ كل هذا الثواب وكل هذا الأجر. يعني دي أمور لابد أن نفعلها أولا وأن نجدد نوايانا فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلم. كما قلنا يعني احنا طبعا بدأنا ده تاني درس تقريبا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وموضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ده موضوع مهم، يعني موضوع مهم. لماذا؟